السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا جهزت 90% من الأدوات اللي هستخدمها إن شاء الله في ورشة الكنترول العملية اللي هعلن عنها قريب إن شاء الله. لكل الناس المبتدئين في الكنترول هيتعلموا معايا حاجات مهمة جدا يا جماعة. هنتعلم مع بعض بالمكونات اللي باينة قدامكم ديت بشكل عملي. الناس اللي هتحضر معايا إن شاء الله تقريبا هيبقى أرخص سعر موجود في مصر إن شاء الله. اللي هيحضر معايا هيتعلم حاجات مهمة جدا، بداية من الستارت ستوب، دايرة الستارت ستوب، وبعد كده هنعمل دايرة عكس الحركة، وبعد كده هنعمل دايرة عكس الحركة بنهاية مشوار، وبعد كده هنعمل الستار دلتا، وبعد كده هنعمل الستار دلتا بعكس الحركة، وبعد كده هنعمل دايرة الكنترول للتحكم في موتور بزمن وفصله لزمن، وكمان هنعمل دائرة التحكم للتحكم في مطورين يشتغلوا بالتبادل. تقريبا 7 دوائر هتشتغلهم عملي بإيدك، هتوصل وتعمل كل حاجة عملي على الدوائر الكنترول اللي موجودة معانا. بالإضافة كمان انت هتتعلم حاجة مهمة جدا عن طريق السبيد درايف، ازاي تتحكم في الموتور، ازاي تتحكم في الموتور عن طريق السبيد درايف اللي هو الانفرتر. تعلم ازاي تتحكم في السرعة عن طريق الشاشة نفسها او عن طريق مقاومة متغيرة، وازاي تعمل ستارت ستوب للانفرتر بمفاتيح خارجية وتتحكم في السرعة خارجيا، وكمان هنتعلم ازاي نتحكم في الموتور من على الكيباد بتاع الانفرتر نفسه. كمان في تطبيق مهم جدا عن طريق التمبريتشر كنترولر، هنتحكم في درجة الحرارة، تطبيق تحكم في درجة الحرارة عن طريق التمبريتشر كنترول اللي قدامنا والحساس اللي احنا شايفينه ده طبعا، ودائرة الكنترول والباور اللي احنا هنعملها. هنعمل دائرة الكنترول للتحكم في درجة الحرارة عن طريق التمبريتشر كنترول. يبقى هتتعلم حاجات مهمة جدا في الكلاسيك كنترول، معظم الدوائر العملية اللي بيتم استخدامها في الواقع العملي، بالإضافة ان انت هتقدر تبرمج الانفرتر عشان تتحكم في سرعة الموتور، وكمان هتتعلم تطبيق من التطبيقات المهمة جدا المستخدمة في الأفران الكهربية والتطبيقات الحرارية عموما، ازاي تتحكم في درجة الحرارة عن طريق التمبريتشر كنترولر. ان شاء الله عن قريب هكمل نسبة 100%، هيبقى معايا طبعا الموتور اللي هوصله على الانفرتر عشان نتحكم فيه السرعة، وقتها هنعلن عن الكورس بشكل رسمي عشان الناس ان شاء الله اللي هتحضر معايا في المكان اللي انا فيه ده ان شاء الله هتستفيد بشكل كبير جدا بشكل عملي، وهتعمل كل حاجة بايديك بأرخص سعر في مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.